مرحبا، بهيدا الفيديو بدنا نفرجيكم كيف فيكم تستخدموا Edpuzzle. أول شي بتروحوا على www.edpuzzle.com، وإذا ما كان عندكم أكاونت بتروحوا على Sign Up، بتنقوا I am a teacher وبتكتسوا على Sign Up، وهون بتكتبوا كل المعلومات اللي عندكم، وبس تخلصوا بتروحوا على Login I am a teacher كمان بتكبسوا، بتكبسوا الإيميل واليوزر نيم لإلكن وبتعملوا log in. ومثل ما شايفين على الصفحة في خيار add content، من خلاله فيكن تنزلوا فيديو من عندكن أو تختاروا فيديو من يوتيوب أو فيديو معمولين على Edpuzzle وتستخدمون. بتحطوا على search موضوع يلي بدكن عنه فيديو، وبتختاروا فيديو من كل الخيارات الموجودة عندكن. بعد ما تختاروا الفيديو يلي بدكن ياه فيكن تبلشوا تعدلوا عليه، فيكن تقصوا منه أو تزيدوا صوت أو تحطوا أسئلة. وهلأ رح فرجيكن كيف فينا نقص الفقرة يلي ما بدنا إياها بالفيديو. كمان فينا نزيد أسئلة على الفيديو يلي اخترناه ليجاوب عليها التلميذ هو وعم بيحضره، وفينا نحط خيارات كمان، وما لازم ننسى نحدد الخيار الصح والخيار الغلط. وفينا كمان نزيد أسئلة من دون خيارات ليكون عنده مجال التلميذ يجاوب ويكتب فيها. هلأ منروح على My Classes، منفتح صف، منحدد الاسم والمادة، وأفضل نختار Open Class حتى يقدر كل التلاميذ يحضروا الفيديو حتى لو ما كان عندهم أكاونت على Edpuzzle. بعد ما افتح الصف بروح على My Content وبختار الفيديو يلي حضرته وبحطه على هيدا الصف، وفيني حدد المهلة ليحضروا فيها الفيديو ويجاوبوا فيها على كل الأسئلة، حتى فيني غير العنوان يلي للفيديو. وهون ببينوا كل الأسئلة يلي حطيناها، وبكبس على Share Assignment Copy Link وببعت اللينك على الواتساب لكل التلاميذ. وهلأ التلميذ بيفتح اللينك يلي وصله، بيكتب اسمه، وإذا ما عنده Edpuzzle application لازم ينزله. وبس ينزلها بيصير في يحضر الفيديو ويجاوب على الأسئلة. A habitat is a place where an animal lives. In other words, the natural home or environment of a plant, an animal, or other organism. Habitats. كمان الأستاذ ببين عنده بس حدا يجاوب إذا الإجابة كانت صح أو غلط.